ايه يابا؟ الثلاجة فاضية والكيوف فاضية والعيشة فاضية، قلت لي هنعمل ايه؟ يا ابني ما قلت لك مفيش غير اوبشن واحد، هو ان احنا نبيع العربية. تصدق كنت هقعد افلاسي، قلت لك 100 مرة العربية مش هتتباع. ليه يا عيان انت؟ ده بدل ما تسعى معايا في بيعها اسعى معاك، ده انت مكلم عليها طوب الارض، كل صورها محطوطة على النت كله. ده حتى موقع فولكس حطيت عليه ومحدش كلمك، عامل لك ايه تاني بقى؟ شفت؟ يا اخويا شفتها. شفت العربية اللي صورها مغرقة النت كله، من كل الزوايا متصورة. ايه رأيك؟ بغطاها! مصورة العربية بغطاها! هو في كده بذمتك؟ ليه؟ فاكرها محجبة ولا ايه؟ ما انا جبت الواد هاني الفوتوجرافر ده يصور العربية، قال لي ايه العربية الزبالة اللي انت عايز تصورها دي؟ هو هاني السيشن اللي هيحليها؟ غطي العرضه، رحت مغطي العربيه، عجبه الغطا بتاع العربيه، راح مصورها ومنزلها، انا مالي؟ لا فالح يا اخوان، انت وهاني بتاعك ده. احنا ما خدناش من العربيه ديت غير تعليقات كلها شتايم وقله قيمه. واحد يجي يقول لي انت مغطيه عشان سعانه، والتاني يقول لي انت ما بتكشفش على الرجاله ولا ايه؟ ولا السافل اللي بيقول لي انت وفشنا في بيت دعاره؟ طب ما بدل ما تقعد تقطم فينا كده ما تشوف لنا حل في بيع هذه السياره. امال ايه مهندس ميكانيكا وفاهم في العربيات؟ طبعا مهندس ميكانيكا وجايب امتياز كمان. ولا انت نسيت ان انت اللي مسترخص في قطع الغيار؟ ايوه بامرت اخر مره صلحتها، اجي افتح النور المساحات تشتغل، اشغل الكاسيت الاربع مباني يقفلوا. ده انت لو دكتور باتر كنت عملتها احسن من كده، وحتى كنت عالجت نفسك. خلاص افصل بقى. انا وما فكرنا في اي عمليه كده، كنا بنعيش. وبالمره لما نرجع نسين كينج سوا. طب يا سيدي هات لنا اي حاجه تتعض معاك. ايدك دي ولا وش رجلك؟ جبت لي رباط صليبي. مؤاخذة يا حبيبي، معلش، اصل بكلمك من بدري وانت مش سامعني وسرحان خالص. معلش، هما البنات مواعيدهم كده دايما بايظه. بس اقول لك على حاجه، انت اللي غلطان. البنت لما تقول لك هقابلك الساعه كذا تقوم انت تعمل ايه؟ تروح تاني يوم على ما يخلصوا اصلا علبه المكياج. مش بنت مين يابا ومكياج مين يابا؟ بقول لك ايه، انت شكلك كده حرامي وجاي تسرقني. ايه يا ابني، ايه ده؟ ايه القلبه دي؟ انا كنت عارف بس زقك كده لغايه لما ابني يجي. ابنك؟ وابنك ده بقى ميكانيكي ولا ايه؟ لا ده حمار اصلا، بس هو السبب في الوقعه المنيله ب60 ليله اللي انا فيها هنا دي، وهو السبب في المشوار ده. ما تيجي معايا سكه كده يا حاج وتقول لي بتدور على ايه وانا اخدمك. طيب هقول لك يا ابني، بما انك من المنطقه هنا وممكن تساعدني وتوفر عليا تدوير برضه. تدوير؟ انت بقى كده شكلك بتدور على مخدرات. انت هنا في منطقه محترمه يا ابني. عيب كده، ده منظر واحد بتاع مخدرات صراحة، ولا حتى حرامي غسيل بالكاوبوي اللي انت لابسها دي. ما تخلص يا حاج تقول لي بتدور على مين؟ بالراحة يا ابني. طب في ايه؟ متعصب ليه كده؟ يخرب بيتك. موضوع ما فيه يا حبيبي، ان ابني حاطط ايده على واحدة ساكنة هنا ومصمم انه يخطبها. محتول تعمل ايه انا بقى؟ اجي اسأل عليها واتقص عليها هي واهلها؟ ده نصب برضه يعني يا حبيبي، ما فيهاش حاجة ولا ايه؟ طب ما تقول كده يا حاج من الاول وانا اظبطك. عايز مين؟ سميحة كوبايه؟ لا يا ابني ما اسمهاش كده. يبقى هبه بتاعت المترو. المترو يا ابني ايه الاسماء دي يا حبيبي؟ لا دي البنت ساكنه في اخر الشارع، احنا عند السوق اخر الشارع وجاي تسال هنا؟ ده فرق بينا كيلو، ما تروح تسال هناك يا حاج. ايه يا ابني انت متعصب ليه؟ وايه يعني بيننا وبينهم كيلو؟ ما هم اصلا قالوا لي اسال من بعيد لبعيد، وبعدين اصلا عربيتي قفلت بينهم وبتنايل ومش عارف اتحرك، وانت شكلك اصلا مش مننا وما تعرفش حاجه. سلام. طب خد بس يا حاج تعالى، انا عايز اساعدك. قول لي بس انت بتسال على مين وانا ادلك. والله يا ابني انت شكلك طيب وانا استريحت لك. هي اسمها نادية احمد صالح،
اللي ساكنه في السوبر ماركت اللي بعد الصور. يا ساتر يا رب، ما لقيتش الا دي. ليه يا ابني في ايه؟ لا تاني اشياء بطال ولا حاجه لا سمح الله. لا يا حاج، الشهاده لله، البت دي مؤدبه وعمر ما حد سمع لها صوت. امال ايه يا ابني؟ قلقتني اكتر. لا ما تقلقش، ما انا بقول لك البت زي الفل، بس هو بس ابوها اللي ايه؟ ابوها هو اللي ماشي بطال؟ ودي عملها ازاي دي؟ بطلي بس يا حاج، انا قصدي يعني ان هو راجل دقه قديمه كده ومقفل على حاله وقفل على بيته، زي ما تقول كده مريض نفسي. هو يعني عشان مقفل على بيته وقاعد في حاله وراجل محترم تقول عليه مريض نفسي يا منحل؟ طب والنبي استنى، ممكن تطلب لنا على الماركت اللي تحت بيتهم برضو؟ امال معطلني ليه جنبك بقالي ساعه؟ طب ما انا قلت لك اللي فيها بنت اخلاقها زي الماس، روح اسال عليها اخر الشارع. الله يا ابني ريحت قلبي، ربنا يريح قلبك. بس انا هعمل ايه في العربيه اللي عطلانه ده؟ الله يخرب بيت، وادي سبع البرومبا وصل اهو. اه بابا، ما في عربيات؟ ايه ده؟ عربياتنا دي؟ ده مين الاهبل اللي هناك ده؟ لا يا حبيبي سيبك منه، ده ابني. ده شكله هبل اكتر منك. نعم. بقول لك يا حاج، انت ملزم، انا اصلا مهندس ميكانيكا، اديني بس دقيقتين اطلع غير هدومي واصلح لك العربيه بتاعتك دي كلها، بس هاخد 500 جنيه. اتفقنا؟ اتفقنا. طب اقول لك حاجه، تعالى معايا انت وابنك وانا هظبطها لك وهطلع غير لبس واجي لك. ماشي. بقول لك ايه، في زبون لقطه معايا بره، والله معاه بال ما اغير لبسي واجي لكم. انجز، خد بس زبون، ما تكونش العربيه تتباع. والله ما عرفت تختار يا جزمة انت، دول بيقولوا عنهم شعر والله. بجد يا بابا؟ مش قلت لك والله هي واهلها قمه في الاحترام. مساء الخير يا رايق. مساء الخير يا حاج. مساء النور يا حبيبي. انت ما غيرتش هدومك يعني؟ رجعت في كلامك ولا ايه؟ يا مرحبا يا مرحبا يا حاج، دقايق بس. وهو براحتك طبعا، كتر خيرك. سمعني كده بقى يا حبيبي، ايه رايك فيها وكنت لسه قايل عنها ايه؟ مش فاهم يا حاج، قلت لك يعني ايه؟ هو بس دقايق كده يا ابني، مفيش حد غريب. قول لي بصراحه رايك فيها، طمني وطمنه. اه انت عاوز رايي فيها يعني يا حاج؟ طب مش لما تشوفها الاول؟ معلش يا ابني، قول لي بس الكلام اللي قلته لي عنها واحنا تحت برضه، عشان ابني برضه يطمن. خلاص اذا كان كده من عينيا يا حاج، هي مبدئيا كده يا جماعه. ايه ده؟ لا كمل يا حبيبي كمل. ما بلاش رأي انا يا حاج، بص عشان ما تقولش ان انا مجامل، انا عايزك تسأل كل اصحابي اللي جربوها. كل اصحابي اللي جربوها قالوا عليها جامده فشخ. هي مين دي اللي جربوها؟ وجامده ازاي يعني؟ والله يا حاج زي ما بقول لك كده، اوعى تخرج شكلها دلوقتي، انت لو شفتها وهي ماشيه صاروخ. هي مين دي اللي صاروخ يا ابني؟ تخرج انت. ايوه يا ابني كمل، نورنا الله يهديك. بص يا حاج، انت شكلك راجل طيب كده ورايق وسالك، انا عشان كده هرسيك على كل حاجه بصراحه. هي عليها جوز كشافات، وبرضه يعني في شويه ملاحظات كده انا هرسيك عليها. يا نهار اسود، ملاحظات ايه؟ مكشفات ايه يا ابني؟ هي ماشيه وحش لا سمح الله. لا يا حاج، من الناحيه دي اطمني. الا المشي، بقول لك صاروخ. هي بس عشان بقى لها كتير ما حدش ركبها كده فتلاقيها ريحت، بس ملحوقه. شوية بس نظافة كده على شوية نفخ هترجع عروسة. هي مين دي اللي محتاجة شفطة ونفخ يا جحش انت؟ ما تحاسب على كلامك يالا. هو في ايه؟ أنا مش عارف أنتوا متعصبين كده ليه يا حاج؟ هي ليك ولا لابنك؟ ليا ليا ايه؟ وأنا خروف؟ دي المغفل ده؟ طب يا عم، طب والله حتى لايقة عليك، خلاص يا عم خدها وتوكلوا على الله. إن شاء الله. والله يا بختك يا عم، هتاخد حاجة ناعمة وزي الحرير، بس أنت أوعى تقرص عليها. سايسها كده. مش سايسها ازاي يعني؟ يعني وهو بيديها الاول كده ما يقرصش، وبعدين انت برضه اللي بتسال يا حاج، ده انت حتى شكلك خبره. نعم. انت مستغرب ليه؟ انا حتى عندي اصحاب في سن ابنك كده جربوها وعجبتهم قوي قوي. مجربينها ازاي يعني؟ امال ايه؟ دي كمان كانت بتتزوق وتطلع افراح، والزبون اللي كان بياخدها يوم كان بيشبط فيها بالاسبوع. الله 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 الله، ليه بس الغلط ده يا حاج؟ وليه لعب كده؟ ده انت حتى في بيتي. اهدى. انا فهمت اللي مزعلكم، عشان يعني بتنقط ميه. طب يا جدعان دي بسيطه وسهله. بسيطه، هطلعوا مناديل ودوت الزكام. يقول لك بتنقط ميه، دي كده عايز اسبك وليك نفس تهزر. امي حواليك. الله، على فين بس يا حاج؟ طب ما استنى لما استنى يا اخويا، استنى لما اخدها
في الافراح. طب بلاش افراح، طب يا حاجه شغلها مدارس، حتى تجيب مصاريفها.